معكم الأخ عبد الرحمن بن الضو، كنسكن في زنقة الكتبية، حي السويقة، الشماعية، عاملة يوسفية. عندنا واحد المشكلة هنا في زنقة الكتبية، كنعانو من واحد الأضرار من واحد الشركة مجهولة، تمارس نشاط تجاري في الزنقة السكنية ديالنا بدون ترخيص، وصادرين قرارات في حقها إدارية وقضائية بالمنع ديالها وإغلاق من وقوف الشاحنات ديالها وإغلاق المحلات ديالها، ما عداش الترخيص. راسلنا الجهات المسؤولة، السيد العامل المحترم، كنوجهوا ليه رسالتنا، كيتجاوب معنا في الحين، ورئيس المجلس البلدي كنحطوا ليه الشكايات، ما كيتفاعلش معاهم، كيخليهم عندو، كينساهم. وكنوجهوا رسالتنا للجهات المسؤولة تدخل لينا في المشكلة. وبالنسبة للشركة الوهمية اللي كتمارس نشاط تجاري بدون ترخيص، عندنا ما يفيد بأنها راه وهمية وغير مرخصة، وكدير لنا أضرار البنية التحتية كاملها، التخربات ديالها، وداخل المنزل ديالنا، لا أنا لا الجيران ديالي، الكاميرا كيتشكاو منا. راه يلا حاطين شكايات لرئيس المجلس البلدي في هذا الشهر هذا، وكنطالبوا من الجهات المسؤولة يرفعوا لنا الضرر. وهذا السيد دابا صادف قرار حق المنع من عند رئيس المجلس البلدي، وما باقي كيمارس النشاط ديالو التجاري بناء على محاضر معينة موجودين، ونفذنا عليه حكم قضائي تاهويا، ودرنا ليه معاينة بأن السيد راه باقي خدام، كيوقف الشاحن وسط الزنقة كيحبسهم. وكنطالبوا من المسؤولين يدخلوا يديروا لنا وضع علامة التشوير في زنقة الكتبية، يرفعوا لنا الضرر، ويشوفوا مع هاد الشركة اللي كتهرب كدير تملص ضريبي في هاد الزنقة السكنية، وكتستغل واحد المستودعات في اللي هما ما كاينينش في الواقع، غير حسب التصميم الطبوغرافي راه عندنا. حنا راه زنقة سكنية، وجاوب من صالح التعامل الشماعي، انا زنقة سكنية ماشي تجارية، وهي كتمارس التجارة ديالها لحد الساعة. وكنطالبوا من الجهات المسؤولة تدخل لينا في هاد الملف، ترفع لينا الضرر. وكنشكر السيد العام اللي كيتفاعل معنا، رغم ان بعض المراسلات كتوصل ليه من عند بعض المسؤولين عندنا في الشماعية مغلوطة، وحاليا راه جاوبنا السيد عامل واحد الجواب، وعندنا حنا من يوفيل مش غادي نجاوبو ان شاء الله. درنا شكايات اخويا للجهات الإدارية والقضائية كاملين، درنا لهم شكايات وتجاوبوا معنا السيد عامل. اما رئيس المجلس البلدي راه ما كيتفاعلش مع الشكايات، واخا كنحطوهم ليه كيتفاعلش معاهم، من غير السيد عامل اللي كنراسلو كيجاوبنا، هو اللي كنتمناو انه يفك لينا هذا المشكل، وضع علامة شهور، رغم ما كاين قرار بان لجنة اقليمية خرجت باش دير بلاكا في زنقة الكتبية، راه خارج قرار ديالها، ولكن المجلس البلدي كيطماطم، حنا ما عرفناش الطماطم ديالو علاش كيديروا معانا. هاد السنة المشكلة انا اخويا جيت سكنت في هذيك الزنقة، لقيت هاد السيد داير الفوضى. اش من عام تقريبا؟ اخويا في 2015 جيت سكنت في هذيك الزنقة انايا. لقيت السيد قدام باب ديال الدار عندنا، لقيتو داير فوضى، هادشي انا ما عرفت واش كان قبل ولا ما كانش. كاين عندو السيد ميان وقال لك اسيدي انا غادي صبروا عليا واحد شويه وغادي ندير المستودع ديالي نتحول، وبقينا معاه صبرنا معاه، وهاد السيد ما دار والو، دابا خرجوا قرارات حقه، وباقي هاد السيد ما بغا يدير معنا حتى حد، باقي مصدعنا في داخل المنازل ديالنا، لا انا لا الجيران ديالي. كاينين شكايه ديال السكان تاهما راه دايرينهم، وانا انا اصلا كنوم على السكينه، كاين حكم قضائي بقى الشاحن الكبير يوقف في زنقه الكتبيه نهائيا. يعني الحكم القضائي ضده نفذناه عليه، تنفذنا عليه حكم قضائي باش ما يبقاش يوقف الشاحن في زنقه الكتبيه، ورغم ذلك باقي كيوقفهم، ودرنا ليه محضر معاينه بان السيد باقي خدام وموقف الشاحن وسط الزنقه، وعندنا محضر معاينه حنا غنديروا مع الاجراءات القانونيه القضائيه. السيد كيتحدى القضاء وتحدت السلطه الاداريه، هذاك السلطه الاداريه كيتحداها. الرساله ديالي ان السيد راه كيتحدى القانون، تحدى الساكنه هي الاولانيه، وتحدى السلطه الاقليميه، وتحدى السلطه المحليه، وتحدى السلطه القضائيه. هذا السيد باقي حاليا دابا راه خدام، وبناء على ان هذا السيد زنقه راه سكنيه، التصميم الطبوغرافي ديال زنقه الكتبيه راه سكنيه ماشي تجاريه، وزنقه راه ضيقه راه 4 متر، السيد كيمارس التجاره من الدرجه، يعني كيبيع الجمله كيستارد،
وكيعاود يبيع ودير شركه وهميه وانك تتاجر في غير في مواد غذائيه وهو كيخدم بها مواد كيميائيه مواد تنظيف خدامه تما في الزنقه يعني بدون ترخيص بدون ترخيص ومخالف قانون اساسي ديال الشركه الوهميه وخا هي شركه وهميه والعنوان ديالها هو مكازان 314 ما فيه لا زنقه الكتبيه لا حي السويقه لا فين كاين الله اعلم حنا دابا تسجيل التجاره مصوب في المحكمه الابتدائيه في الوسوفيه مستودع خاصو يتغلق هذاك داير دار للساكنه ومخرب البنيه التحتيه وكل شيء خدام حاليا ضارب عرض الحائط السيد شكون كيحميه الله اعلم يعني الاحكام كلها ضرب بها عرض الحائط ما كيتسوق حتى حاجه رغم ان كاع عطاو انذار باش يجي يسول الوضعيه ديالو باش يجي يدير ترخيص للمجلس البلدي رفضوا جا عندو معاون المفوض القضائي باش ينفذ عليه الحكم بطاقه الوطنيه ما دلاش بها وكنوجهوا رسالتنا السيد العامل اللي هو الوسيط الاقليم اليوسفية ممثل صاحب جلال محمد السادس نصره الله وايده والسلطه القضائيه وكنشكروا القضاء النزيه ونشهد بان انه ياخذوا مع المتعين هذا السيد يطبقوا عليه التنفيذ الاجباري ولا المباشر. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.